هل المدرسة بتخليكي حزينة؟ يبقى لازم تتفرجي معانا على أدواتنا المدرسية. ألم المساج، براية الدونات، وآيس كريم الألم هيساعدوكي علشان تتغلبي على أي مواقف مجهدة. دولي متغيرة النهاردة في الحصة، سن الألم اتكسر والضغط باين عليها، مع الوقت هتحس إنها هيجيلها انهيار عصبي. استرخي، سندي عندها الحل الأكيد، براية الدونات للأقلام المكسرة، اقطعي الدونات من الأسفنج، اصنعي حفرة مستطيلة وضيفي لها براية الأقلام، اصنعي الزينة من ورق الفوم والزقيها على الإسفنج، اقطعي شرايح المطاط زي السبرينكلز وزيني الدونات. دولي مش فاهمة هتحتاج دونات إسفنجية ليه؟ هل صاحبتها عاوزاها تاخد حمام بارد للتخلص من التوتر؟ لكن الحقيقة أبسط بكتير، في براية مستخبية في الدونات الإسفنجية. دولي صلحت الألم وفعلاً بقت سعيدة أكتر. المدرسة غضبانة، سندي بتسمع سيمفونية بسبب أخطائها في الامتحان، محتاجين نغير مود ميس سميث. أنا عارفة الطريقة، ألم المساج الجديد، هنصنع ثقبين في كرة بينج بونج، نمرر من خلالها سلك، نلف ونجدل الأطراف مع بعض، اصنعي حفرة في ألم تعليم، ضيفي له السلك والكرة والزقيهم، غطي الكرة بنقط الغير الملونة. جهاز التدليك الصغير ده هيخفف من توتر المدرسة، ده جميل جداً. استراحة مريحة في وسط أسبوع المدرسة الصعب، ميس سميث اتغيرت تماماً والأخطاء أصبحت أسهل في تصويبها، ولما المدرسة تبقى سعيدة هننجح كلنا. سندي شافت كائن غامض على المكتب، إيه ده؟ مشابك ورقية ولا ألوان ولا ممحاة؟ شكله نوع جديد من أدوات المدرسة، لكن دولي بتوضح لصاحبتها إن دي مجرد لعبة، بس هتحتاج المغناطيس علشان الدبابيس تتحرك. الزقي مغناطيس على غطاء قلم، املي عبوة بمشابك الورق الملونة، ارسمي العبوة على ممحاة، ثبتيها بالغراء على العبوة، اقطعي عبوة صفيح صغيرة ولفيها لصنع مخروط، الزقيها بالغراء، اقطعي الألوان ودوبي ألوان الشمع، املي المخروط بالشمع واستني يجمد، استخدمي السكينة في تشكيل المخروط. دلوقتي تقدري تحركي المشابك الورق جوه العبوة بالمغناطيس. سندي قدرت تفهم قوانين اللعبة، بتحب قوانين الفيزياء جداً، تطبيق لدرس المجال المغناطيسي، وممكن كمان نرسم تيك تاك تو ونلعب بالشمع والقلم. العلبة دي مليانة بالمرح والسعادة. ميس سميث شكلها حزين، بتعاني من اكتئاب ما بعد الأجازة، مش هتحمل تصحيح الواجبات لفترة أطول. المدرسة محتاجة شاطئ استوائي دافي، محتاجين نغير لها المود. عندي فكرة، كرة أرضية مشرقة وممتعة هتساعد ميس سميث على تغيير المود بسرعة. هنحتاج لكرة أرضية، هنغطي البحار والمحيطات باللون الأزرق، لوني القارات بالصلصال، استخدمي ألوان مختلفة وكمان أشكال مختلفة، سيبي الصلصال لمدة 5 دقايق. هنغير الكرة الأرضية على مكتبها وهي نايمة بتحلم بالشاطئ الجميل. مسكينة المدرسة، الأخطاء الإملائية في الواجبات هتضايق أي حد. أول ما صحيت شافت الكرة جديدة، جميلة جداً، مودها اتحسن كتير وبدأت بالفعل تخطط هتقضي أجازتها الجاية فين. دولي بتصنع تحفة فنية،
لكنها بتستخدم أدوات غريبة محشية بكرات الجيلي. أخرجهم إزاي دلوقتي؟ بفكر أكسرها علشان أخرج الكرات لوحدها. لكن سندي وقفت صاحبتها، مش هتحتاجي تكسري أي شيء، ده مجرد ألم. هنغطي كرات الجيلي بالمية ونسيبهم 5 دقايق. انقلي الكرات لأنبوبة اختبار واستخدمي سن قلم. انقليه لأنبوبة الاختبار، الزقيه بالغرة وزينيه بشريط ملون. اقفلي القلم. محتاجة تجربي الرسم بالقلم الجديد لأنه فعلاً هيخلصك من كل التوتر. استمتعي بالكرات الموجودة في القلم. أقلام ساندي كلها عطلانة والمدرسة بتتكلم بسرعة جداً، محتاجين لحل بديل فوري. اكتشفت شيء مناسب جداً في مقلمة صاحبتها، الآيس كريم الجديد نقدر نكتب بيه. هنكسر ألوان الشمع وندوبها في الميكروويف. هنحتاج كمان لطبق ورقي ونعمله على شكل مخروط، نلزقه بالغرة ونقطع الطرف ونثبت قلم في المنتصف ونصب ألوان الشمع في المخروط. وخدي بالك من سخونتها. هنصب لون مختلف في قالب مدور. وصلي المخروط بالقالب المدور لما الشمع يتجمد شوية. اصنعي شكل الآيس كريم باستخدام الولاعة. سندي بتعشق الآيس كريم، وبما إنها بتكتب باستخدامه أكيد بقى حلوياتها المفضلة. مش بس ممكن نكتب الآيس كريم ده، كمان ممكن نرسم بألوان الشمع. فكرة ممتازة وشكلها لذيذ. مس مس ذكية جداً، بتلعب بتليفونها أثناء الحصة، لكنها حتى مش سامحة لنا نستخدم الآلة الحاسبة على التليفون. لا يمكن، الحرية والمساواة في المدرسة، لو مش مسموح لنا نستخدمه تبقى زينا. لازم مس مس تخفي تليفونها. وإيه الحل دلوقتي؟ تفضل حاسة بالملل ومركزة في الكرة الأرضية؟ مش معقول، مس مس عندها دفتر ألعاب جديد. هنحتاج للزق ورقة فوم على دفتر تدوين الملاحظات من الألوان المختلفة. الورق الفوم اقطعي شرايط رفيعة، ثبتيهم بشكل عمودي واصنعي متاهة. الزقي الشرايط على الغلاف وانقلي كرة للمتاهة. غطي المتاهة بالبلاستيك. مس ميث بتحب الألعاب القديمة، بتفكرها بالأيام قبل اختراع الموبايل لما كانت الناس كلها بتلعب من غيرهم. متاهة بسيطة وكلاسيكية في دفتر الملاحظات، لعبة ممتعة، المهم إن بطاريتها عمرها ما هتخلص. محتاجة قلم لونه غير عادي، لكن مش معايا ولا واحد في شنطتي. ندور على لون مختلف مع صاحبتي، لكنها مش جايبة أي أدوات مدرسية أصلاً. إيه اللي معاكي ده؟ مكعبات؟ إيه الهدف؟ لحس تخفيف التوتر، إلزقي لوحة ألعاب بالمكعبات على مقلمتك، ارفقي عليها قطع كتيرة واصنعي منهم صورة. على سبيل المثال وجوه مضحكة. سندي معاها شنطة كاملة من المكعبات، تقدر تعمل بيهم كل الأشكال. حتى ميس ميث موافقة على كده لأن اللعبة دي ممتعة جداً. نقدر نعمل شكل المدرسة بالقطع والمدير هيكون مبسوط. حصة الرسم ممكن تكون سبب للتوتر، كل ده بسبب التلطيخ على رسومات دولي. إزاي عملت كده؟ لكن لوحة سندي جميلة ونظيفة. كفاية كده، دولي هتعتزل الرسم إلا لو ميس ميث حلت الموضوع بفرشة مضادة للتوتر. هنلزق فرشة مكسورة في أنبوبة سيليكون شفافة، هنملاها بالجليتر والسباركلز. هنصب عليها الجليسرين ونسيب جزء فاضي. هنغطي الجزء الأخير بالغرة. ميس ميث عارفة فن التأمل. حتى لو الرسومات اتلطخت والألوان اتلخبطت، مفيش داعي للقلق. بس اتفرجي على الفرشة المهدئة، اتفرجي على الجليتر وهو بيتحرك في الأنبوبة، هتحسي بالراحة بشكل فوري. فن مكافحة التوتر هو هواية مدرستنا. عجبتك أفكارنا المضادة للتوتر في المدرسة؟
اكتبي في التعليقات هتختاري ايه منهم في الفصل. وما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في قناتنا وتدوسي الجرس علشان ما تفوتكيش أفكارنا الجديدة لمكافحة التوتر على قناة تروم تروم.